من البرامج الجديدة والمتميزة واسمها متميز، شنطة سفر. شنطة سفر. شنطة النهاردة شنطة سيدنا بلال رضي الله عنه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فكان النداء من أعظم الأشياء في حقيبة سيدنا بلال. رأى الحبيب صلى الله عليه وسلم في منامه يعاتبه، يقول لبلال في منامه: ما هذا الجفاء يا بلال؟ أما تزورنا؟ سيدنا النبي في المنام بيطلب من سيدنا بلال أن يزوره. سيدنا بلال رضي الله عنه ملحمة متكاملة في خدمة الدين العظيم. اكتبوا لنا وراسلونا وتواصلوا معانا في برنامجكم شنطة سفر. أسعد في الدقائق القادمة مشاهدينا الكرام أن أكون أنا الضيف مع المضيف الداعية الأستاذ الدكتور مجدي إمام، هذا النجم على شاشة قناة إقرأ وبرنامجه الجديد شنطة سفر. أستاذ مجدي، السلام عليكم. عليكم السلام أبو حمزة. الله يعطيك العافية، أنا أحبك في الله أستاذ مجدي، وأنا دخلت بيتك و احببتنا فيه. الله يكرمك يا رب ابو حمزه، كيف حالك؟ ولي معك ذكريات، جلست في بيتك وكان حديث جميل، من اجمل ذكريات برنامج ذكريات كانت مع هذه القامه الدعويه الجميله ورا نزكي على الله الاستاذ الدكتور مجدي امام. استاذ مجدي، تعودنا عليك في الحقيقه دائما ان تتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان خلاص الناس عارفه ان الاستاذ مجدي امام كل سنة له موسم جديد في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي حياته، وما شاء الله عليك أو مواسم ومواسم من البرامج. السنة اخترت الاختلاف ولو بشكل بسيط في الذهاب إلى شنطة سفر، ماذا يريد أن يقول الأستاذ مجدي إمام في هذا البرنامج؟ شنطة سفر الحقيقة لما بنيجي كلنا نحضر شنطة سفرنا للسفر العادي، لما نسافر أي حتة لأي مكان في أي دولة، حتى لو مسافرين مكان قريب بنحضر شنطة. صحيح. الشنطة اللي بنحضرها بنحط فيها حاجاتنا، وأحياناً وأنا بقفل الشنطة أخ أنا نسيت كذا، نسيت مثلاً كتابي، نوع معين من العطر، فرشة سناني، نسيت حاجة معينة، فبروح فاتح الشنطة وعلى طول حاطط الحاجة اللي أنا نسيتها. دايما في شنطة السفر بجهز حاجة، لكن شنطة السفر اللي هنتكلم عنها السنة دي شنطة السفر الطويل. ربنا يديكوا العمر وبركة العمر والصحة والعافية. شنطة السفر الطويل بنجهز فيها ايه؟ فبناخد مثال من السادة الأكابر الكرام الصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، زي سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر شنطته كانت فيها إيه، سيدنا بلال، ستنا فاطمة الزهراء، ستنا خديجة، ولكن بنربطها بحياتنا. بنشوف شنطة سفر المدرس بتاع التربية والتعليم، الطبيب، المداوي، المهندس، حتى سواق التاكسي، السائق، كل يعني فئات مختلفة من المجتمع بنشوفها الحقيقة مربوطة بشنطة سفر الأكابر وقلب بيت الأطفال. الحقيقة الفكرة دي كانت فكرة الدكتور محمد القيدي الصديق العزيز، وهو من أسرة إقرأ أيضا. صحيح. قالها يعني اتكلمنا فيها من حوالي سنتين، ولكن أنا طورتها وعملتها بالشكل ده.
الحقيقة أبو حمزة كنت حكسل السنة دي نتيجة الظروف، ولكن الله يكرمه الأستاذ سلام اداني دفعة وقال لي لأ نشتغل ونكمل، لأن كنا صورنا جزء كبير من المقدمة والتتر والمقدمة في المدينة المنورة، ولكن الظروف اللي بنمر بيها كلنا والعالم كله بيمر بيها صحيح. الحقيقة كنت هتراجع، لكن الحقيقة فورا يعني ما رجعت مصر حطينا دينا في قديم بعض مع فريق العمل والأستاذ هشام عيد جزاه الله كل خير وهاني داود وفرقة إقرأ كلها الحقيقة، وتعاملنا بنفس المواصفات المطلوبة والقياسات المطلوبة للحذر والعمل في ظروف الحالية اللي احنا بنعاني منها أو العالم كله بيعاني. صحيح صحيح. لا هو أنت أستاذ مجدي لا ما بتخافش عليك، بسم الله ما شاء الله، أنت قبل أن تكون داعية ومقدم لبرامج وتقدم رسالة دعوية أنت رجل ابن مهنة وابن هذه الصنعة، فتعرف من أين تؤكل الكتف وكيف تخرج بالبرامج حتى في أضيق الحدود وفي يعني أصعب التفاصيل، فما شاء الله عليك ما فيش منك خوف يا سيدي عليك في هذا الموضوع. والله اتعلمنا من إقرأ ومن الإعلام حديث الحقيقة إزاي اختراق السوشيال ميديا الحقيقة، والبرنامج الحقيقة كان الأستاذ سلام دايما ورايا في الحتة إن نخلينا دايما بنقدم كبسولة، يعني لما علموا أولادكم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسماء وصفات النبي صلى الله عليه وسلم إلى رحاب المدينة المنورة، دي برامج في السنوات الثلاثة الأخيرة الماضية كانت كلها لا تتجاوز ال 10 دقائق وال 12 دقيقة اللي هم مع إعادة المونتاج ممكن نعملها في السوشيال ميديا بسهولة الحقيقة. فهنا يعني الأول مرة بنختم كل حلقة وبنقول تواصلوا معنا في السوشيال ميديا عشان إزاي نشوف نستفيد من ستنا فاطمة الزهراء الأم الزوجة البنت ستنا خديجة رضي الله عنها، نتماثل ونتشبه بالصحابة الكرام وآل البيت الأطهار ما شاء الله، وطبعا التابعين إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله البرنامج يكون مفيد إن شاء الله. واسمح لي كمان نشوف إضافة جديدة من شنطة سفر إحنا وياكم المشاهدين أستاذ مجدي تفضلوا. تحت أمرك تحت أمرك نشوف مع بعض. ما لسه ما جهزت المادة ما في مشكلة أستاذ مجدي. طيب يعني ما شاء الله عليك حريص دائما على أن تكون المدينة المنورة في وجدانك في كل برامجك، يعني ما توقعت أنه في شنطة سفر في جزء مصور في المدينة المنورة، لكن ما شاء الله عليك حريص على هذا على ديمومة هذا الأمر. والله هي البركة بركة المدينة المنورة، يعني بركة ضعفي البركة في أي مكان حقيقة. والحقيقة أنا يعني كنت جوه المدينة جوه الأحداث اللي حصلت إلى أن تم يعني إغلاق المسجد النبوي الشريف الحقيقة، وجزاهم الله كل خير كانوا حريصين على المواطنين وعلى المقيمين وابتدوا ياخدوا الحذر الشديد، فكنا صورنا الحقيقة وكان صعبان عليا جدا إن المسجد النبوي الشريف يعني يمر بهذه الظروف والكعبة المشرفة طبعا بيت الله الحرام، ولكن استعاد للتاريخ الماضي في سنوات كثيرة مرت بها الأمة بهذه الوباء، ولكن أنا عايز أقول يعني إحنا عايزين نخرج من التجربة دي بشيء، يعني نمر بشهر رمضان العادات الجميلة بتاعتنا نبقي عليها والعادات اللي ما كانتش عندنا نرجعها، زي مثلا التسبيح. التسبيح ده والدعاء يرفع البلاء صحيح، والدعاء حاجة والتضرع إلى الله حاجة تانية صحيح. احنا عايزين نتضرع لله سبحانه وتعالى لأن فعلا احنا محتاجين، كما يعني عفوا كما جهرنا بالمعصية علينا أن نجهر بالتوبة لله سبحانه وتعالى. الله. يعني نسبح نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ده تسبيح الملائكة، أخليه وردي اليومي، أستغفر الله حتى أستجلب عظمة ربنا سبحانه وتعالى ومنه علينا، لا إله إلا الله قد إيه بتفتح كل الأبواب، يعني خير من يعني ما قاله النبيين من قبل النبي صلى الله عليه وسلم قلوا لا إله إلا الله،
ومن كان آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. لا إله إلا الله كلمة التوحيد نقولها باستحضار، ونكثر من الصلاة على النبي. الصلاة على النبي صلاة متكاملة تفتح الأبواب. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تما على سيدنا محمد، تنحل به العقد، تنفرد به الكرب، تقضى به الحوائج، تنال به الرغائب، حسن الخواتيم، مستسقى الغمام بوجه الكريم صلى الله عليه وسلم. يعني نعيد العلاقة مرة أخرى بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، لأن ربنا سبحانه وتعالى يعني ما خلقنا للشقاء، ولكن بنمر بمحن. المحن نحولها إلى منحة مش محنة. صحيح. نخليها منحة من ربنا سبحانه وتعالى. الله على كلامك الجميل يا أستاذ مجدي. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعم. فإيه اللي حصل؟ على طول فنجيناه من الغم. يعني على طول، يعني أول ما بتعترف إن أنت ظلمت نفسك، ربنا سبحانه وتعالى ينجينا جميعا إن شاء الله بإذن الله. اللهم آمين. اللهم آمين. نشوف معاك أستاذ مجدي والجمهور الكريم مقتطفات أخرى من شنطة سفر مشاهدينا، نتابع. اتفضل البرنامج. لذلك مهم جدا تحضير شنطة السفر. تخيل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ الله أكبر الله أكبر. الاستحياء من الله حق الحياة، أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلاء، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. شنطة سفر. ما شاء الله عليك أستاذ مجدي، يعني التنويه الأول والثاني حمس المشاهدين، أعتقد كما حمسني أنا أنه نشوف محتوى جديد مختلف، نشوف رسائل، نشوف إيجابية، نشوف طرح فيه عودة إلى الله بشكل جميل، فيه تذكير بالله وبدين الله وبالصحابة وبالرسول صلى الله عليه وسلم فوق كل هؤلاء بإذن الله تعالى، صحابة رسول الله. لكن يعني حديثك جميل أستاذ، يعني رائع. حمزة الحقيقة أنا كمان يعني بستغل فرصة يعني أقدم شكري وحبي الشديد للشيخ عبد الله المصلح. الحقيقه يعني المقدمات اللي بيقدمها في الادعيه والتنبيهات الجميله قد ايه، يعني الحقيقه فيها وعي جميل جدا جدا. انا اتصلت بيه على فكره في اثناء وجوده في المملكه، وانا هنا في القاهره بسجل البرنامج بتاعي. يعني بهنيه الحقيقه وبهني الاستاذ سلام على فكره عمل الفيلرز والأدعية، ومن كل مكان في المملكة أو من مصر أو وحتى لو اقرأ العالمية ممكن كمان نقدم هذه الأدعية والفيلرز دي من إنجلترا ومن فرنسا، لأن ما شاء الله يعني اقرأ العالمية منتشرة بفضل الله تعالى. بفضل الله تعالى يعني كان الشيخ صالح على ما أعتقد كان أمنيته أن يكون في كمان في اندونيسيا باللغة الملاوية، لان في 250 مليون مسلم شغالين ان شاء الله على هذا الموضوع يا استاذ مجدي. لا شغالين ما شاء الله على عدة لغات ايضا. تخيل يا ابو حمزه اقول لك على حاجه بقى، ما دام جبنا سيره الشيخ صالح، اتفضل. يعني رغم الظروف اللي احنا فيها دي كلها وانشغاله وظروفه هو الصحيه وظروفه الفكريه والعمليه وانشغاله، الا انه يتصل بيا شخصيا ويطمن علي ويقول لي انت في جده ولا في المدينه ولا فين، ويطمن على اعضاء فرقه الاخره. يعني ده الحقيقه اهتمام انا بشكره بيه على الملأ، الحقيقه اهتمامه كل اعضاء اقره بالشكل ده. يعني شهادتنا في والدنا الشيخ صالح كامل، هو والد الجميع وعلى راس هرم قناه اقره الفضائيه، ويعني الشيخ صالح ما شاء الله تبارك الرحمن الله يعطيه الصحة،
متواصل معنا دائما مع كل فريق قناة إقرأ، يهنئ، يبارك، يشكر، يتابع كل ما تنتجه قناة إقرأ. الله يعطي العافية والصحة. حاجة جميلة جدا جدا ما شاء الله، ربنا يبارك له. وبشكر فريق العمل كمان اللي في مصر، يعني الحقيقة التزموا بكل المواصفات المطلوبة، البعد عن وهو بيكلمك، الكمامات، طهارة اليد، المسائل دي كلها، ولكن لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. صح. لكن احنا ناخد يا أبو حمزة بالأسباب. صحيح. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. صحيح. لكن رب الأسباب هو قادر سبحانه وتعالى، يعني هو بأسباب، من غير أسباب يحقق كل الأسباب، صاحب كل شيء. صحيح. منه كل شيء وعليه كل شيء. صحيح. كده ولا إيه؟ صدقت صدقت. طيب أنا اسمح لي في آخر دقيقتين أخرج عن شنطة سفر وأتكلم مع ذكرياتي معك في هذا المكان. أنا صورت معك ذكريات وصورت مع أولادك الاثنين، الله يخلي لك إياهم ويحفظهم، يعني قبل حوالي 11 سنة 12 سنة، وهذه الزاوية الجميلة كنت جالس أنت وأبنائك تقرأوا قرآن، أنا متذكر المشهد إلى الآن، وكان برنامج ذكريات معك من أجمل ما صورت من ذكريات. يعني انت عارف بقى ابو حمزه، عقبال ما تشوف حمزه ان شاء الله، احمد الصغير اللي هو كان معانا في الحلقات وكان اياميها من 12 سنه. يعني الان هو ما شاء الله معيد في كليه الاعلام، ويعمل السير في الدعايه والاعلان والسينما والاخراج السينمائي، وهو اللي عامل السيت اب ده. اما الثاني بقى ريحنا اتزوج الكبير اتزوج ما شاء الله. مصطفى الكبير بيشتغل في البترول وزوجته في الاقتصاد، يعني بعيد تماما عننا انا واحمد. ما شاء الله. على احمد كلم على عمك. هات نشوف احمد. حمزه تعالى يا ابو جميل، هو هيجي يسلم على حضرتك. مش عارف اذا فاكرني فاكرني يا احمد ولا مش فاكرني. اهلا وسهلا. شفت بقى اللي كان قد كده هو عم هو اللي عمل. لا هو بسم الله ما شاء الله من يومه طويل، انا فاكر اللقاء معاه. بسم الله ما شاء الله. بس نكون قدر والله بنحاول. الله يبارك فيك يا احمد ما شاء الله عليك. فاكر ذكريات وفاكر اللقاء والتصوير معاكم كان في البيت يا احمد؟ طبعا فاكر ما شاء الله. يعني انا اوصيك بوالدك خيرا، رجل فاضل، رجل تحبه الناس، رجل يقدم الدعوة من قلب صادق ولا نزكي أحد على الله، رجل يحاول أن يقول كلمة خير في خضم الظروف الصعبة اللي بتعيش فيها. فيعني أنت قبلة على جبين والدك الآن من باب الرضا والبر به، نشوفك معاك الآن ونشكرك ونشكر الداعي الجميل أستاذ مجدي إمام على هذا اللقاء وعلى هذه الاستضافة وعلى الكلام الجميل اللي طرحته اليوم في برنامج شنطة سفر وفي رسالتك الإيجابية للناس يا أستاذ مجدي.